Hi kids, how are you today? Today we're going to talk about the clothes we wear. يعني الهدوم اللي احنا بنلبسها. هنعرف اسامي الهدوم مع بعض ونعرف نطقها الصح ازاي. الاول كلمة clothes يعني ملابس، بنطقها نفس النطق بتاع كلمة close اللي هي اقفل او يغلق، اللي هي حروفها كده. نفس النطق بتاع close. طيب اول حاجة jumper، jumper يعني بلوفر. نفس كلمة jump يعني يقفز او ينط، وبحط لها er jumper. suit، suit يعني بدلة. shoes كلنا عارفينها، shoes هنا الاس has Z sound يعني نفس صوت حرف الزي. trousers، trousers، trousers يعني بنطلون. وفي another meaning لكلمة بنطلون لها معنى تاني، pants، pants يعني بنطلون برضو. pants نفس كلمة pan، pan يعني طاسة أو قلاية، وبحط لها تي اس. الطريقة دي هتساعدنا ان احنا نحفظ كلمات، لما نبص على الكلمة وندور جواها هنلاقي كلمات تانية احنا عارفينها وحافظينها من قبل كده. كل ما هنحفظ كلمات اكتر كل ما الحفظ هيبقى اسهل واسهل، لان نفس الكلمات دي هنستخدمها في حفظ كلمات تانية. جاكيت، جاكيت الجاي بنطقها ازاي؟ جاكيت، ما اقولش جاكيت، جاكيت، كأن في صوت دي خفيف في البداية. جاكيت. شيرت، شيرت يعني قميص. الاي ار بتتنطق ازاي؟ ار، ار. شيرت زي الكلمة دي، سكيرت، سك ار ت، سكيرت. ش ار ت، شيرت. تي شيرت، تي شيرت. ليه سموها تي شيرت؟ عشان شكلها بيكون شبه حرف التي شوية، اللي هي الفانيلا النص كم. بعد كده هات، هات اللي هي الطاقية، البرنيطة اللي بتبقى كبيرة كده ومدورة دي اسمها ايه؟ هات. كاب، كاب، كاب اللي هو بيبقى ليه حرف كده من قدام كده، انما الهات بتبقى كلها مدورة كده حوالين الراس. بلاوز، الاو يو خدناها برضو قبل كده صوتها ايه؟ او. بلاوز، بلاوز يعني بلوزة. سوكس، سوكس السي كي صوتها ك، تمام. السي بتديني صوت ك والكي بتديني صوت ك، فالاتنين مع بعض هيدوني صوت ك. سوكس يعني شراب. بوتس، بوتس خدنا الدبل او ليها لونج ساوند، ليها صوت طويل بقولها او ب او ت. بوتس اللي هو البوت اللي احنا برضو بنلبسه في رجلين. قلنا سكيرت جيبة، دريس، دريس فستان، شورتس، شورتس الشورت، سكارف، سكارف، سكارف اللي هو الإشارب. خدنا صوت الـ AR بقول R، R، سكارف. كوت، كوت بلطو، البلطو اللي بيبقى جاكيت كده طويل. الـ OA خدناها قبل كده بنطقها O، O كأنها إيه؟ بنطق اسم اللتر O. سويتر، سويتر، سويتر يعني السويتر اللي احنا بنلبسه دوت. بيلت، بيلت، بيلت يعني حزام. فيل، فيل، فيل يعني حجاب. طب لما اكون عايزه اقول انا لابس كذا لازم احط ا قبل الايه؟ الحاجه اللي انا لابسها. I wear a coat، I wear a belt. wear يعني ايه؟ يرتدي.
طب لو الكلمة من الحاجات اللي هي plural، الحاجات اللي قلنا بتتعامل معاملة البلورال، زي بوتس، زي سوكس، زي شورتس، زي بانتس، وزي تراوزرز، وشوز. كل الحاجات دي انا ببقى لابس شوز واحدة بس، صح؟ بلبس بانتس واحدة بس او بنطلون واحد بس، بلبس سوكس شراب واحد، مع ان هو واحد بس ما ينفعش احط قبليه a or an، ما ينفعش اقول a socks، لا I wear socks انا لابس شراب، I wear pants انا لابس بنطلون، I wear boots انا لابس بوت. الباقيين هقول قبليهم a، هقول I wear a hat، he wears a cap. لما اجي اسأل عن لبس حد عايزه اقول ماذا يرتدي، What is، واحط هنا اسم الحد اللي بسأل عن لبسه وهقول wearing. يعني مثلا What is he wearing، ماذا يرتدي، هو لابس ايه. طب اما اجاوب هقول he or she او احمد او اي حد اتسألت عن لبسه، واحط بعديه is wearing والحاجة اللي هو بيلبسها، فاجاوب اقول ايه، he is wearing a jumper، لابس بلوفر، he is wearing a red shirt مثلا قميص احمر، she is wearing a scarf هم لابسين بدل، يبقى they are wearing suits. وطالما حطيت جمع، فاكرين الحصة اللي فاتت اما قلنا ايه، طالما حطينا s جمع يبقى لازم ال a تتشال عشان ال a تيجي مع الحاجة السنجلر المفرد. That's it. I hope that was helpful. Thank you for watching.